بسم الله أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. سماؤك ملأ بالغيوم، لكنهما عينا عبدك يعقوب اللتان تمطران. رحيل تترقب قدوم هذا الوليد منذ 11 عاما، 11 عاما وهي تسمع من أهل فدان الكلام الجارح والمؤذي. لطالما ندوها بي يا عاقر، وقالوا إنها لا تنجب ولا تلد. أعذرني أيها الكاهن الكبير، فقد حلمت الليلة بأشياء عن يعقوب وآله، أشياء كثيرة. دعني بمفردي. فلتصب الآلهة لعناتها على يعقوب وآله أجمعين. كفر يعقوب لن يمر مرور الكرام، بل سيجازى على رجيفه. يا عشتار الكبيرة، صب نيران غضبك على يعقوب وأهل بيته. رحيل، لابد من أن تهلك هذه الليلة بالذات مع مولودها. أنا راض بقضائك يا رب في زوج رحيل وفي مولود الجديد، لكنني أخشى أن يكون موتهما مبعث سرور لأرباب المعابد ولعبدة الأصنام. أخاف أن يذهب أدراج الرياح ما تكبدته طوال أعوام في مقارعة الشرك وعبادة الأوثان. اللهم رد إلي زوجي وولدي، فلجاتهما ستوقظ أهل حران من سبات الغفلة وتكسر هيبة معبد عشتار، فتنتصر بذلك عقيدة التوحيد على الشرك والوثنية. يا الله، يا أرحم الراحمين، أعني أعني. هذا النور الساطع في ظلام الليل.
عادت رحيل وعيها. ها قد بدأنا من جديد. رحيل، رحيل، هل حقا أن السماء ستمطر؟ أقال أن السماء ستبكي على ما نزل بي رحيل. هذه علامات غضب الآلهة، لابد من أن تطفأ نيران غضب الآلهة. سوف يجازى يعقوب وآل يعقوب. يا عشتار الكبيرة، دونك ناموس الآلهة، فدافعي عنها. صبي نيران غضبك على آل يعقوب ذي الأراجيف. إذن طفل يعقوب قد ولد سالما؟ لعلها لعنات عشتار وسحر إيستر. أري أهل فدان طرفا من قوتك الجبارة وشيئا من سحر إيستر. يا عشتار الكبيرة، أدخل السرور إلى قلوبنا. أري أولئك الذين يحبونك مبلغ عجز إله يعقوب وضعفه. السلام على نبي الله. السلام على نبي الله. بل سلام الله عليكم أجمعين. أبارك لك بمولودك الجديد. أحمد الله تعالى على ألطافه البهية، وأسأله أن يحيطك يا ولدي بالخير والبركة. انتظرناك 10 أعوام، فعلى ماذا تغير؟ ألن تسأل إن كان المولود ذكرا أم أنثى؟ أوليس يوسف اسما للذكر من الصبيان؟ وكيف علمت؟ من أخبرك أنه ذكر؟ أخبرني بذلك من بشرني بقدومه قبل ساعة. وهذا المطر من بركات ولادتك يا ولدي. أهلا بك.
رحيل ومولودها بخير وعافية. ما لنا ولهؤلاء يا امرأة؟ انظروا جيدا إلى هذا المطر الذي يذهب اليباس والقحط عن فدان. لماذا نتغافل عن أن المطر شرع في الهطول مع ولادة ابن رحيل ويعقوب؟ تقصدين أن سوءا لم يمس رحيل ووليدها؟ أجل، ألا ترين؟ إنه مولود ميمون ومبارك. لقد أمطر. ما لكم واقفون من غير حراك؟ قدموا القرابين من الأغنام والإبل، ارفعوا الزين في أرجاء فدان. يتوجب علينا أن نشكر إله يعقوب. اليوم كتبت ولادة جديدة لابنتي، وذهب القحط عن مدينتنا. إستر، 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 إستر. إستر، إستر. معبد عشتار، اندلعت النار في معبد عشتار. المعبد يحترق؟ إنه النار تلتهمه. جناب الحاكم، معبد عشتار تلتهمه النيران. ماذا عن المعبد؟ اندلعت النار في معبد عشتار. وما عساه قد حصل. تعالوا معي. المعبد يحترق، المعبد يحترق. هيا ساعدونا بسرعة. هيا المطر يغسل الأوساخ ويطفئ اللهب، لكن النيران تشتعل رغم المطر. أليس هذا عجيبا؟ النار تلتهم معبد عشتار. هيا فلنساعد بعضنا البعض. آتونا بالماء. هيا بسرعة بسرعة، أطفئوهم يا رجال. هيا أطفئوهم، إنهم يحترقون. أين الساحرة إستر؟ علقت وسط ألسنة اللهب ولم نتمكن من إنقاذها. الساحرة احترقت؟ لقد احترقت الساحرة إستر. ماذا؟ الساحرة تحترق؟ وهل يعقل أن تحترق الساحرة؟ ألم تستطيع إنقاذها؟ كيف يمكن أن تلتهم النار ساحرة المعبد؟ لا غرابة في ذلك، احترقت لأنها ليست من الآلهة. انظروا إلى الإلهة عشتار وكهنتها، كيف احترقوا بالنار ولم يقدروا على استنقاذ أنفسهم؟ ألم تقل إستر إن رحيل ووليدها هالكان؟ وماذا حصل؟ هلكت هي وحدها. سيد الحاكم، إلى أين؟ أنا ذاهب لأعلن إيماني بإله يعقوب.
ألم تقول من قبل أن يعقوب سيكون علة بؤس أهل فدان وفنائهم؟ إن ابن يعقوب كان علة هطول المطر ونزول الخير والبركات. لنذهب. لا تغادروا. إلى أين أنتم ذاهبون؟ لا تغادروا، ابقوا هنا. ابقوا. إلى أين أنتم ذاهبون؟ انظروا إلى المعبد يحترق، سوف تهلك عشتار الكبيرة ومعها الساحرة إستر. عودوا. إلى أين تذهبون يا أهل فدان؟ علينا أن نطفئ النيران التي تلتهم المعبد. أنقذوا عشتار الآلهة، أطفئوا نيران المعبد. عودوا. كأني بماء غيث رحمة الله وقد أذهب الرجس عن أجساد وأرواح هؤلاء القوم. هذه الأمطار تغمر مدينتنا عند قدوم مولودك الجديد، حبذا لو أريتنا إياه. لا مفر لي من الإذعان بأنك نبي الله فعلا، فقد رأيت بأم العين كيف أن ولادة ابنك أبادت معبد الوثنية وأذهبت القحط عن فدان على حد سواء. لا ريب أن ولادة يوسف مباركة، لكن الذي أباد معبد عشتار وأحرقه وأنزل المطر على فدان هو إلهي وإله العالمين، الله الأحد. ألا تودون رؤيته؟ أنا وزوجتي كنا رأينا إلهك من قبل، وهذه الليلة قدر لأهل فدان أن يروا القدرة المطلقة لإلهك وأن يعاينوا عن كثب ذل آلهتهم، وها هم جاءوك ليشهدوا أن لا إله إلا الله الأحد. يا نبي الله، يا نبي الله، أنر قلوب قومك بنور الإيمان. سمعتم جميعا مقالة فارس، موافقون؟ بلى. رددوا بعدي. لقد كفرنا بالأصنام والأوثان. لقد كفرنا بالأصنام والأوثان وما شاكلها من الآلهة المصطنعة. وما شاكلها من الآلهة المصطنعة. نبرأ منهم أجمعين. نبرأ منهم أجمعين. ونشهد أن لا إله إلا الله الأحد. ونشهد أن لا إله إلا الله الأحد. رب السماوات والأراضين. رب السماوات والأراضين. نؤمن بأنبيائه ورسله ولا نفرق بين أحد منهم. نؤمن بأنبيائه ورسله ولا نفرق بين أحد منهم. ونحن لهم طائعون ومتبعون. ونحن لهم طائعون ومتبعون. Thank you.
مرت 5 أعوام منذ أنزل الله تعالى عذابه على الإلهة عشتار، وخلال هذه السنوات 5 فتحت على مصاريعها أبواب رحمة الله على أهل فدان، ورحيل أم يوسف وزوج نبي الله يعقوب تتهيأ لولادة جديدة. يوسف. نعم أمي. سنخرج اليوم إلى الصحراء مع أبيك. لا بأس أمي، الخروج إلى الصحراء يسرني. الناس تحب يوسف. إنه مبارك. كانت رحيل زوج يعقوب المفضلة قبل أن يكون له منها ولد، فما بالك وقد ولدت له يوسف. أنا وزلفة صرنا جاريتين، لا يطيب لنبي الله يعقوب أن يتفسح معنا. ماذا عن أمك ليا؟ إنها مشغولة أو لا رغبة لها بالخروج أو التفسح، وما أدراني. أو لعل أباك لا يود أن يصطحب معه غير رحيل. إني أستعجل العودة إلى مسقط رأسي في بلاد كنعان. أخشى أن أولادك يتعاركون. لا تقلقي، يتصارعون فيما بينهم، يتوهمون أن شدهم على سائر إخوته سيكون خليفتي. هل تعرف يعقوب النبي؟ أقصد ابن النبي إسحاق؟ يعقوب وابنه كانا وجه خير وبركة على فدان، بلى أعرفه. وأين أعثر عليه؟ خال يعقوب حاكم هذه المدينة، اذهب إليه. من أنت؟ أنا رسول من كنعان، أستأذن للدخول على جناب الحاكم. هيا اتبعني. حبيبتي دينا، تعالي إلى هنا. العبي مع يوسف، ريثما أساعد أمك قليلا. حسنا.
رحيل، هل من خبر؟ بورك لك. هل يعلم نبي الله بذلك؟ مرحبا جدي. مرحبا بك جدي. مرحبا أبي، ما الأمر؟ مرحبا، تذكرتنا أخيرا. هل وقع مكروه؟ ما الذي حصل أبي؟ ذاك الرجل الذي ترونه جاء من كنعان وهو يحمل إلينا أنباء سيئة. أين يعقوب؟ يا للروعة، خالي الطيب لبان. ماذا حصل؟ ضللت الطريق؟ ولو أن ما سأقوله مر سماعه، لكنني أعلم أنك ستطيقه. تكلم، لما أنت ساكت؟ أبوك إسحاق التحق بالملكوت الأعلى. هل عزمت على شيء يا نبي الله؟ بعد إسحاق النبي يتولى نبي الله يعقوب هداية أهل كنعان. لقد طلبت إلي أختك فائقة أن أبلغك هذه الرسالة. هل ستغادر فدان؟ الموت هو حق، وهو يشتمل جميع خلق الله. لا مهرب أبدا من الموت، حتى الأولياء والأنبياء لا يخلدون. أشكر لكم وساتكم، وأسأله تعالى أن يهبني الصبر والسلوان. يا نبي الله، هل ترضى بالبقاء في فدان إذا ما عاهدناك على أن نكون لك طائعين غير عاصين؟ أنا أحب أهل فدان، وأنه ليعز علي أن أغادركم، لكن لا خيرة لي في هذا الأمر. لست أذهب من تلقاء نفسي كي أبقى من تلقاء نفسي. سننطلق غدا صوب كنعان إن شاء الله تعالى. نحن جاهزون، سنغادر معك. أنا وزوجتي أعددنا العدة للذهاب. إلى أين تذهبان؟ معك إلى كنعان. لن نترك نبي الله، ما بقينا على قيد الحياة. ليس بمقدوركما أن تأتيا معي. خير لكما أن تبقيا هنا في فدان وتتخذا من بيتي وداري مكانا لكما.
لكنني أدين لك ببقائي على قيد الحياة. لقد عاهدناك على أن نكون لك خادمين، ما أطال الله في عمرينا. زوجك وأقاربك أحوج ما يكونون إليك. حران هي موطنك، وأنت لا تدين لي بأي شيء. من الأفضل أن تبقيا هنا. أحمد الله تعالى أن حبانا بنور الهداية والإيمان. لقد أقمت بين ظهرانيكم أعواما، وكنت شريك أفراحكم وأتراحكم، وإنه ليعز علي ويحزنني أن أغادركم. لقد عبدتم الأصنام والأوثان، لكن الله الواحد الأحد أنار قلوبكم بنور الإيمان، فنبذتم الأصنام وأقبلتم على الله الذي لا إله إلا هو. قدروا الإيمان والرسالة الإلهية حق قدرها، وإياكم أن تستبدلوا نور الإيمان بظلمات الجهل والكفر. سواء أقمت معكم أم لا، فإله يعقوب شاهد على ما تقترفون من فعال. أستودعكم الله جميعا. بأمان الله، بحفظ الله ورعايته، يسر الله أمركم. اشتغلت برعاية أغنامي لسنين متمادية ولم تسألني أجرا، ولست تملك ثروة أو قطيع ماشية، لذا قررت أن أهبك وابنتي رحيل وليا نصف أغنامي كي تستعين بها في قضاء حوائجك وتأمين معيشتك. أنا شاكر لك، عوضك الله عنها خيرا كثيرا. أشكرك يا أبي. زادك الله ووسع عليك أبي. هذا حق مكتسب ليعقوب، كان يتوجب علي أن أشكره على كده وتعبه منذ أعوام. فليحفظكم الله جميعا. خالتي ليا، لما تكون خالتايا زلفة وبلهة الحسد لأم راحيل؟ من قال لك هذا؟ الجميع يتحدث بالأمر، يهوذا نفسه سمع بلهة وزلفة تتكلمان به. على الأطفال ألا يتدخلوا، لكن بما أنك سألت سأجيبك. كانت بلهة فيما مضى جارية لأمك، ولأن أمك كانت عاجزة عن الإنجاب أرادت ألا تخسر منزلتها عند أبيك، فوهبته جاريتها ليتزوج بها عسى يرزق منها بولد. أنجبت بلها أخويك من أبيك، دان ونفتالي، وصارت محظية ومحترمة عند أبويك، لذا لا غرابة في أن يعتمل الحسد في صدرها بعد أن ولدت أنت، فهي تتوهم أنها خسرت موقعها في نفس أبيك. وهل كانت زلفة جارية عندك؟ نعم، بعد ذلك قررت أنا أيضا أن أهب أباك جارية زلفة،
خشيت أن تتقدمني أمك في استمالات قلب يعقوب إليها. وزلفة ولدت أخويك جاد وأشير. روبين شمعون، ماذا تفعلان؟ لقد تفرق القطيع، أعيد جمع الأغنام. حاضر يا أبي. ليا، ألا توافقينني الرأي على أن يعقوب يبالغ في تكريم رحيل؟ لا حاجة بي إلى حسد أختي على وضعها، فأولادها ليسوا أكثر من أولادي، وحب يعقوب لها لا يفوق حبه لي، فعلى ما أحسدها. توقعت هذا، فهي لن تجارينا في موقفنا من أختها. بنا المسير، نكاد أن نصل. هكذا هي حياة القبائل الرحل، لا فرق بين سفرهم وبين حضرهم. ليا، ليا، كم بقي من الطريق؟ ثلاثة فرسخ. هل تطيقين الانتظار؟ لا لا أستطيع. يهوذا، روبين، شمعون، انصبوا خيمة هنا، سنحط الرحال. أما من ولادة في كنعان؟ بلى بلى. جيرا، أسرع إلى كنعان وأحضر معك أختي فائقة وولادة من النساء. سأذهب وأعود فورا. هيا. يا أختي رحيل، ساعدني. هيا علي بهدوء. على مهل رفقا بها. تعالي. أضرمنا النار. زلفة، هاتي بساطا أو سجادة. حاضر. تماسكي. ما بك أمي؟ لماذا تصرخين؟ لا تقلق يا بني، أنا بخير. دينا، خذي يوسف معك. تعال، دعيه يبقى. ليا، ليا، تماسكي يا رحيل. أمي، تعال. أمي، تعال، اتركيني. يوسف، لا تذهب. أمي، إلى أين تذهبين؟ يوسف، تعالي. دينا، خذي يوسف. تعال عزيزي، تعال، تعال. ماذا حصل بني؟ يوسف، يجب ألا تذهب. أبي، أخشى أن يصيب أمي مكروه. لماذا يا ولدي؟ لا عليك، لا تقلق، لا تقلق. أوه.
يطفي الله بحالها، ولادتها السابقة كانت شاقة. مسكينة كادت توشك على الموت. قولوا ليعقوب أن يدعو لها. اهدئي. ماذا حصل؟ تحسنت حال رحيل؟ لا جديد حتى الآن. تسألك لايا أن تدعو لها، فحالها لا تطمئن. قل لها أن تتماسك قليلا، ريثما تصل الولادة من كنعان. اذهبي واعتني بها. أبي، هل حقا أن أمي تريد أن تفارقنا؟ من قال لك هذا الكلام؟ إنها تريد أن تنجب لك أخا جديدا، لكنني قلق عليها. لا تخف ولا تقلق يا ولدي. دينا. نعم. خذي أخاك يوسف. حسنا. أتمنى أن يختم لها بالعافية كالمرة السابقة. فليتلطف بها الله. تماسكي. أنا لا أظن أنها ستنجو هذه المرة. هل كففت عن نفث النحس يا بومة الشؤم؟ تماسكي قليلا، لقد ذهب جيرا إلى كنعان في إثر الولادة، وسرعان ما سيرجع. أوصيك بابني خيرا يا ليا، إياك أن يشعر بألم اليتم. لا تتركيه يا ليا،
لا تتركي. أمي 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 مسكين رحيل، لماذا فارقتنا؟ فليرحمك الله. مالتي رحيل. أختي رحيل. فليرحمك الله. فليرحمك الله يا أختي رحيل. فليرحمك الله.